حضرت لها التجمع الجماهيري الذي أطره أخونا المهدي بن بركة في بداية الستينات، والذي قدم فيه المرشح وقتها في هذه الدائرة في الرباط أخونا السي محمد الحبابي، الله يطول في عمره ويرزقه الصحة والعافية. ومن تاريخه، إذا كان شي حزب في هذه البلاد معروف بهذه التجمعات الكبرى فهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. اليوم وأنا أطالع برامج كل الأحزاب وأجدها تستند إلى القاموس السياسي الذي طالما كافحنا وناضلنا من أجله، اليوم لا يمكن إلا أن أقول أن تحالفاتنا ستؤسس بعد 8 شتنبر، مما سيتيح لنا الإمكانية للتداول مع كل الفرقاء السياسي. ما كاينش خطوط حمراء بالنسبة للتحالفات؟ لا، الخطوط الحمراء يمليها البرنامج. ما يمكنش برامج تراجعية أو محافظة أن ننخرط فيها في الوقت اللي العالم اليوم كله يتوجه إلى المستقبل، إلى التقدم، إلى العلم، إلى العقلانية. ما يمكنش نواجهوا غدا الأوبئة إذا ما درناش ديك المدرسة العلم، إذا ما درناش المدرسة العقلانية، إذا ما كبرناش أولادنا في التعليم الأولي على تعليم عصري، تعليم موحد. إلا ما دخلناش هاد الشيء منذ بداية التعليم، يعني النشأة ديال الأطفال ديال غدا خطير، خطير أمام ما يواجه العالم. نربيهم على الفكر الظلامي أو الفكر المتخلف أو الرجعي. في كل ما له اللائحة احنا كنا بصدد 100%. تتوقع بعض الأعطاب، يمكن لي نقول لك رقم إما في الوضع أو في كذا، لذلك أتوقع أن تجاوز 90%. فردي، بالنسبة للفردي في الجماعات، أتوقع أن نتجاوز أو نصل إلى 50%. حزب الاتحاد الاشتراكي حزب عريق، حزب محترم، حزب له تاريخ، حزب له أطر، له كفاءات وله رؤية واستراتيجية لمغرب اليوم والغد، وترشيحه على رأس أحد أهم المقاطعات لكفاءات شابة هو دليل على أنه لا يرفع شعارات من قبيل التشبيب والكفاءات قولا فقط، وإنما قام بها فعلا. وبالتالي أعتبر أن كل هذه الدينامية التي يعرفها الحزب اليوم تؤهله لكي يحتل المراتب الأولى، ولما لا رئاسة الحكومة إن شاء الله. اليوم سوف أخوض غمار التحدي الانتخابي الميداني، وهي ربما خطوة أولى نحو استحقاقات 2026 للترشح وخوض الاستحقاقات البرلمانية، ولكن الآن أخوض الاستحقاقات الجماعية ميدانيا. وصعب جدا وندرك جدا الصعوبات المطروحة على النساء للترشح كوكيلات لائحة، على الشباب كوكيلات لائحة، وأنا كفاعلة سياسية امرأة وشابة أخوض هذا التحدي، ولا أعتبر أبدا أن في الأمر انتقاص بالنسبة لمكانة معينة. بالعكس، أنا كنت من الأصوات التي تنادي بضرورة تغيير وتجديد النخب، ولا يعقل أني كنت أنتقد من يعمر في البرلمان طويلا وأطلب أن أظل كذلك فيه. ربما تجربة برلمانية أخرى ثانية قد أسعى إليها في 2026، لكن اليوم أجد أن العمل الجماعي هو عمل مهم جدا، وهنالك مساحات كبيرة للاجتهاد فيه، وبلدنا تستحق نخبا على المستوى المحلي في المستوى العالي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.